أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، ونعتذر عن الخلل الفني الطارئ، ونشكر أيضا قسم الهندسة الذي أصلح هذا الخلل. موضوعنا عن الجديد في جراحة البدانة مع ضيفتنا الدكتورة إيناس العلوي، اختصاصية الجراحة العامة والمناظير وجراحة البدانة بمستشفى القرهود الخاص بدبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600551414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. إذا نرحب بضيفتنا الدكتورة إيناس العلوي. السلام عليكم دكتورة إيناس. مرحبا دكتور، عليكم السلام، حياكم الله. والحمد لله على السلامة. طبعا الفترة الماضية كنت في عدة مؤتمرات، آخرها كان في المؤتمر دكتورة في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن. نعم دكتور، كان في واشنطن وكان اسمه Obesity Week اللي هو أسبوع السمنة. طبعا المؤتمر كان 6 أيام في جميع التخصصات اللي لها علاقة بعلاج السمنة. نعم. سواء كان التخصص الهندسة الوراثية أم تخصص الغدد الصماء، تخصص الجراحة، التغذية، كلنا تجمعنا من جميع أنحاء العالم للحديث عن هذا المرض فعلا اللي أنا أعتبره من أصعب الأمراض للعلاج. في نهاية 7 أيام من الأشغال شاقة بصراحة، 6 أيام محاضرات وأبحاث ودراسات. آخر شيء بيحطوا لنا جملة على السلايد بيقول لك إن السمنة هو مرض مزمن وصعب العلاج. يعني في آخر أسبوع كامل من هذه المؤتمر وجايين ناس من جميع أنحاء العالم، فعلا أنا حبيت إني بس أتكلم في هالموضوع شوي. إن الموضوع مش موضوع علاج أو موضوع عملية أو موضوع دايت أو إكسرسايز اللي هو الرجيم والرياضة والحمية والأمور اللي ننصح مرضانا فيها، هذه جزء من قصة معقدة جدا. موضوع السمنة مثل ما المؤتمر عطانا الكونكلوجن والخلاصة، موضوع أنه هو مرض مزمن، لأن دكتور في أمريكا عندهم 60% حالات رجوع الوزن ما بعد العمليات القاسية، مثل تغيير المسار والعمليات القاسية جدا اللي بتم فيها عدم امتصاص لأي بروتينات وأملاح ومواد غذائية. بهذه القساوة بتعمل عمليات هذه الدرجة من القسوة على المرضى، يستفيدوا منها 3-4 سنين وبعدين يرجع الوزن يزيد. يعني الموضوع ما فيه، هل في علاج واحد إلى السمنة؟ هل في عملية سحرية بتعالج لك هذا المرض؟ هل في دواء أو إبرة أو أي شيء؟ يعني هم حتى تحدثوا عن الهندسة الوراثية وأبحاث عن الخلايا الجذعية وحقن الخلايا الجذعية بخلايا قاع الدماغ للسيطرة على الشهية. لهذه الدرجة العالم يفكر في صعوبة علاج السمنة وزيادة الوزن. فدكتور أنا وأنت دورنا بصراحة جدا مهم، إن لو نقدر إن إحنا نكثف شوية من برامج التوعية علشان إن أطفالنا اللي ينولدون نبتدي معاهم يعني رحلة مكافحة السمنة من وهما أطفال بيبيز، من أول ما يبتدي الطفل أكله نبتدي إحنا موضوع التفكير في المواد الغذائية اللي تدخل جسم هذا الطفل وخلايا التذوق وتعود الطفل على الأطعمة اللي بتكون عالية بالسعرات الحرارية. نعم. فدكتور مكافحة السمنة تبدأ من على طول منذ الصغر طبعا، ومسؤوليتنا جميعا ليست مسؤولية فقط الهيئات الصحية ووزارة الصحة والمؤسسات حتى التربوية، إنما أيضا الإعلامية والاجتماعية والرياضية وأيضا أفراد المجتمع، الأمهات الآباء كلهم طبعا يعني حقيقة عليهم عبء كبير لمحاربة هذه المشكلة اللي طبعا منظمة الصحة العالمية قالت عنها وسمتها بأنها وباء. يعني حينما نقول وباء هذا يعني أنها منتشرة انتشارا كبيرا، ولدي للأسف طبعا للأسف يعني الأرقام أنا تحزنني كثيرا، لدي دراسة تقول خلال العقود الأربعة المنصرمة ازداد عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة اللي تتراوح أعمار ما بين 5 إلى 19 عاما بمقدار 10 أمثال في العالم نتكلم، يعني في مختلف أنحاء العالم. وطبعا ليفترض أن تزداد هذه المشكلة بحلول 2022، يعني بعد 5 سنوات للأسف تزداد ولا تنقص طبعا. فالتوعية مثل ما ذكرتي هي الخطوة الأولى، والبدانة أو السمنة هي ليست مشكلة جمالية، يعني ليست مشكلة أنه فقط أنه يظهر منظري وشكلي جميل، حقيقة أمراض كثيرة دكتورة يعني ترتبط في زيادة الوزن والبدانة.
نعم دكتور، أنا ما حابة اليوم أتكلم بسلبية، بالعكس حابة أني يعني أنشر الطاقة الإيجابية لمستمعينا ولمرضانا حبايبنا. حاضرين. ولكن دكتور أنا جايتك من المؤتمر محبطة. يعني فهمت يعني إحساسي أن أنا في هذا التخصص منذ عام 96، يعني أكثر من 20 سنة، وأنا في تخصص جراحة السمنة وبعمل أبحاث وبشوف مرضى ومرة وعلي آلاف المرضى، وتخصصي في الجراحة، يعني أنا بسوي عمليات وجايتك بإحباط. الإحباط هو دكتور أن أصعب العمليات هي بيرجع المريض يزيد وزنه. طبعا أنا ما بتكلم على كل مريض، أنا بعطيك إحصائيات عالمية. 60% 60%، يعني 6 من كل 10 مرضى بتعمل لهم عملية وأنت عارف أن هذه ما حتكون العملية الأولى والأخيرة. نعم. تمام. تغيير مسار بتسوي، أنت عارف أن في 60% الاحتمال المريض بيرجع لك بعد 3-4 سنين وزنه راجع والأمراض الاستقلابية والأيضية راجعة. فيعني الإحباط هو دكتور أن إحنا كأطباء، أنت عارف هذه الساتسفاكشن أو الرضا عن العمل اليومي اللي إحنا بنسويه. نعم. طبعا بنفرح جدا لما بنشوف مرضانا بعد 6 أشهر وبعد سنة وصلوا إلى حالة نفسية حلوة وثقة بالنفس وجسم حلو وتخلصوا من الأمراض وكل هالأمور. ويؤسفني جدا أن بعد هذه البيك من الوناسة، يعني بعدها ب3 سنين 2-4 سنين نفس المريض يرجع لك يا دكتورة زاد وزني. فلازم مرضانا ومستمعينا والكل اللي يسمع هذا البرنامج اليوم يعرف أن ما في علاج واحد إلى السمنة وعلاج نهائي. العملية إن كانت عملية فهي خطوة من الخطوات، التوعية هي من أهم الخطوات، المحافظة والتغيير من اللايف ستايل اليومية هي من الخطوات. فلما سميتوه وباء وسميناه مرض مزمن يصعب علاجه، ضروري مرضانا يعرفون لما أجي وأعمل عملية هذه مش سحر. حتى لو عملت عملية مضطر أني أحاسب في الأكل ومضطر أني أسوي رياضة وأحاول أغير من أسلوب حياتي. من منطلق تخصص جراحة اللي أقوله من ناحيتي أنه هو عملياتي هي تساعد مرضانا أنه هو يغير اللايف ستايل، التقليل من الشهية، التقليل من الأكل، التقليل من امتصاص السعرات الحرارية، هذه مش سحر. نعم. هذه خطوة تساعدكم أن أنتم تحاولون التغيير من حياتكم بالنسبة للأكل والرياضة، وأتمنى أن أنتم تطبقون الخطوات هذه على أولادكم. نعم. فدكتور أنا دوري كجراحة هو بالضبط مساوي إلى دور الطبيب العام وطبيب الغدد الصماء والطبيب النفسي والطبيب اللي بيوعي، وأنتم اللي بتسوون برامج التوعية. يعني إحنا كلنا لنا دور ودورنا كلنا متساوي. ما في إن جراحة السمنة خلاص هي الحل النهائي، هذا. نعم. هو اللي أنا بصراحة أستغرب منه. مرضانا حبايبنا لما يجونا العيادة يتوقعون أن بنسوي عملية سحرية. والشيء الثاني اللي أكثر يزعج ويألمني بصراحة أن لما ينقص له 15-20 كيلو يجي العيادة وبيقول أوه دكتورة نقصت وايد أخاف أنزل أكثر، وقفي نقصان الوزن. يعني تفكيرنا في موضوع نقصان الوزن شوية محتاجين توعية في موضوع العمليات في موضوع التدخل الجراحي. نعم. فأتمنى دكتور أن تجينا أسئلة، لأن أنا حابة أعرف طريقة. نعم. تفكير مستمعينا بأي طريقة يفكرون عشان نقدر أن إحنا نتكلم من منطلق ومن زاوية مفهومة. نعم. أنا بطلع بالراديو بتكلم دكتور، أنت حضرتك بتسألني أسئلة، إحنا بنتكلم اللي إحنا نفهمه بطريقتنا العلمية طريقتنا الطبية. الشخص اللي ما عنده خلفية طبية أو خلفية علمية كاد يكون مهندس أو رجل أعمال أو مدرس أو أسئلتها راح تكون بطريقة مختلفة. نعم. فإحنا حتى برامج التوعية ضروري إن إحنا أولا نعمل دراسات على البوبوليشن اللي هو دراسات على المجتمع، ونشوف الفئات المختلفة وطريقة الوصول إليهم، طريقة عرض المعلومة كيف توصل إلى مستمعينا. نعم. فلو عندك أسئلة دكتور أكون. أنا طبعا عندي أسئلة وراح نذكر. نعم. راح نذكر أول شيء بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية قصيرة على 4006. وطبعا من لدي أي تجربة في موضوع البدانة زيادة الوزن سواء كان هو يعاني من هذه المشكلة أو أحد أفراد الأسرة أو حتى الأصدقاء، نتمنى طبعا يشاركنا تجربته. والدكتورة إيناس طبعا راح تقوم بالرد على الاستفسارات. الدكتورة إيناس العلوي متخصصة في الجراحة العامة والمناظير وأيضا في جراحة البدانة بمستشفى الجرهود الخاص بدبي. وطبعا مثل ما ذكرنا التوعية، لكن التوعية هي مهمتنا جميعا. وأذكر دائما بمبادرة
مسألة كانت قد أطلقت من حوالي عامين طبعا من قبل الأمانة العامة أعتقد لرئاسة مجلس الوزراء, اللي هي مبادرة أطفالنا أصحاء. الهدف منها كانت أن يعني أن يتم إنقاص الوزن أعتقد بنسبة إلى تصل إلى 5% في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عدد من السنوات, لكن هذه المبادرة أطلقت للأسف, ولكن يعني حتى المدارس يجب أن يكون لهم دور في هذه المبادرة, بمعنى التشجيع على الإكثار من الحركة والتمارين الرياضية, وأيضا نمط التغذية كتير مهم, لأنه مشكلة أطفالنا دكتورة كما أيضا الأشخاص الآخرين هي مشكلة قلة الحركة وأيضا تناول الأغذية غير الصحية. طبعا هناك أسباب أخرى لزيادة الوزن, أسباب مرضية, لكن يعني بشكل أساسي يجب أن يكون هناك تمارين رياضية, وأيضا أن ننظم الغذاء الذي نتناوله ونختاره بشكل جيد. ونذكر أيضا بمبادرة تحدي دبي للياقة التي أطلقها أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد كمان أيضا بهدف التشجيع على الحركة والرياضة. دكتورة هناك مبادرات, لكن هناك يعني أتمنى أن يكون هناك تجاوب بشكل أكبر وشكل فعال حتى فعلا أن تصبح الصحة أسلوب حياة كما الرياضة أسلوب حياة. دكتورة دكتور بالنسبة لموضوع الأطفال, بس الحين يحضرني أن في أحد المحاضرات في مؤتمر واشنطن, المحاضرات كانت والمحاضرة هذه اللي بتكلم عنها هي كانت عن موضوع التقييم النفسي لمرضانا, فعرضوا فيديو إلى أطفال ما بين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنين إلى 7 سنين, تمام, ما بين 4 إلى 7 سنين. نعم. إن تجي الأم وبتعطي ولدها وبنتها أكل أو الوجبة بتكون عبارة عن خضروات, سواء كانت يعني الخضروات الخضرة. نعم. هذه ما تحضرني أسماءها بالعربي سامحني دكتور. نعم. بس الخضروات هذه, فبتشوف كيف الطفل بينهار وكأن هي قاعدة تضربه مثلا, يعني بيصيح. نعم. وبيصرخ بطريقة بيقول لها this is horrible horrible, يعني هذا الأكل. نعم. اللي تعطيني إياه هذا جدا سيء, ليش سيء؟ هو عبارة عن خضروات. فهني عتبهم أو اللي كانوا الملاحظة اللي طبعاً هم يتكلمون عن المجتمع الأمريكي وأسلوب حياتهم, الملاحظة كانت ليش الأم انتظرت إلى أن الطفل وصل 4-5-6 سنين وبعدين تعطيه الخضروات؟ طب إيش كان يأكل ما بين سن 6 أشهر و4 سنين؟ تمام. فبتشوفهم ان هم فعليا الطفل بياكلوا تشيكن ناجتس والاشياء هذه اللي بيجيبوها من برا, فبيبتدي الطفل يتعود على الطعم المالح, يتعود على الطعم الحلو, يتعود على هذه الاملاح, فبتجي بتعطيه خضروات بيرفض ياكلها. فطبعا هم توعيتهم الى مجتمعهم هم ان نبتدي موضوع التغذيه من البدايه, من اول ما نبتدي ناكل البيبي نبتدي نأكل الأكل الصحي, وضروري نأخذ استشارة من طبيب الأطفال أو تغذية الأطفال. نعم. على كيفية تكملة الموضوع. تقريبا معظم الأمهات تأخذ آراء لما لأول مرة بتأكل البيبي, بس أول ما البيبي يبتدي يأكل يبتدون يعطونا كل شيء, صح ولا لا؟ نعم. يعني حتى يا دكتورة نعم يا دكتورة, هي حقيقة تبدأ المشكلة بغزو يعني الشركات المصنعة للحليب الصناعي والأغذية الأخرى لعقول الأمهات والآباء وأيضا الأطفال لما بيكبروا, يعني تبدأ حقيقة منذ الصغر. عندي رسالة تقول طبعا من أب أو أم, ولدي طوله 150 ووزنه 55 وعمره 8 سنوات 8 سنوات, هل في داعي للقلق؟ طبعا أشكر من أرسل هذه الرسالة يعني فقط للإطمئنان, فهذا أيضا يعني بادرة جيدة أن نعرف أو أن ندق جرس الإنذار. دكتورة طبعا دكتور أنا بسمع لكم دائما وتكلمت في كثير من الحلقات عن موضوع الأطفال وتقريبا هذه الأوزان, ونصيحتي بتكون بالضبط مشابهة لنصيحتكم اللي هو موضوع الرياضة. ضروري أن الطفل يشترك في رياضة. هل في داعي للقلق طوله 150 وزنه 150؟ لا ما في داعي للقلق, ولكن ضروري أن احنا نبتدي نقيم أسلوب الحياة اليومية. الطفل إيش بيأكل في المدرسة؟ ولو كان بيأكل أشياء يعني مأكولات قليلة في القيمة الغذائية وعالية بالسعرات الحرارية نستبدلها رجاء. فالأم احنا شاكرين لها جدا اللي بعثت الرسالة, ننصحها ان هي حتى اللانش بوكس لولدها اللي هو الغداء لو بتسويه بالبيت افضل بكثير من ان الولد يشتري الأكل من المدرسة. ليس ذما في مطاعم المدارس سامحوني, ولكن على الأقل هي كأم تضمن ان ولدها ايش اللي بياكله, بتكون هي عارفة بالضبط شنو اللي بياكله الولد في فترة اللي هو
خارج المنزل. فبتسوي له اللانش بوكس، واللانش بوكس تحط له اشياء حلوه بيحبها الولد، يعني الفواكه والخضروات تكون اللي يحبها، بتسوي له ساندويتش فيه قيمه غذائيه بلا ما يشتري له فطاير واشياء هذه من مطاعم المدرسه. هذه نصيحتي لها، الرياضه وتتابع اكله بنفسها، لا تمنع الولد من الاكل ولا تحسسه بالحرمان، ولكن ضروري ان هي تتابع وتكون عارفه بالضبط ايش الاشياء اللي ياكلها الولد. لان لو مثلا منعته من المشروبات الغازيه بالبيت، هو بيحب المشروبات الغازيه فهو بيشربها من اصدقائه لما يطلع من البيت، صح ولا لا؟ فضروري موضوع التربيه ونحسس الطفل بسهوله النقاش. يعني لما يجي الطفل يقول ماما انا حاب اشرب بيبسي مثلا، تقول له اوكي اشرب شوية وبعدين تبتدي تشرح له شنو المضار هذه، بس تخليه يتذوقها. يعني ما شو نسوي، وصل إلى 8-9 سنين ما تقدر تمنعه، لأن الحرمان بيؤدي إلى، بتبقى أقول كل ممنوع مرغوب بالنسبة للأطفال. فطريقة التعامل مع الطفل، أنا إن شاء الله بنتكلم معك بعدين دكتور، خلي يمكن أحد المقيمين النفسيين للأطفال يطلع معاكم ويعطيكم إن شاء الله نصائح للآباء والأمهات كيفية التعامل مع الطفل في موضوع التغذية. فهذه طبعا علم خاص بحد ذاته ومحتاج إلى أن الأم تكون ذكية في التعامل مع ولدها. وطبعا نعم نعم تفضلي تابعي. لكن بقول جوابي للأم أن لا تقلقي، ولكن رجاء حاسبي، لأن سمنة الأطفال هي تعتبر، أنا لا أعتبر أنه هو مرض بالطفل، بس أعتبره سوء أو تقصير من الأم والأب. سامحوني على هالكلمة، أنا شوي قاسية على الأمهات والآباء في هذه الأمور، لأني يعني على قناعة أن التربية هي واجبنا إحنا، اللي بيأكل الولد واللي بيشربه والفلوس اللي بنعطيه هي واللي بنوفره لأولادنا هذه مسؤوليتنا. فأرجع آخر شيء أقول أن الأم رجاء تتابع اللي ولدها يأكله يعني تنصحها بموضوع الرياضة. نعم طبعا، يعني حينما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم بحرقة، لأن طبعا كلفة هذا المرض ومضاعفاته خطيرة وكبيرة جدا على مستوى الفرد والمجتمع وأيضا الحكومة، فهو يكلف مبالغ ضخمة جدا للعلاج، علاج الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة. وطبعا هذه هدر للمال، يعني هدر للمال، في بينما الوقاية لا تكلفنا إلا مبالغ بسيطة جدا مثل ما ذكرتي دكتورة. يعني لو ابتدأنا نحن من البيت أيضا أن يكون غذائنا متنوع وطازج، وأن نقلل قدر الإمكان مثل ما ذكرت أيضا، ليس هناك حرمان، قدر الإمكان من تناولنا للأطعمة الجاهزة الغنية بالأملاح والغنية أيضا بالمواد الحافظة والغنية أيضا بالمواد الدسمة وغير ذلك من يعني المواد الضارة بصحة الجسم، وموضوع الإكثار من الحركة. موضوع المقاصف المدرسية حقيقة تحتاج، يعني حقيقة تحتاج إلى إعادة تقييم، ويعني أتمنى أن يكون هناك قرار بهذا الموضوع. رسالة تقول: هل الآيس تي الشاي المثلج مفيد أو مضر للأطفال بعمر 10 سنوات وما فوق، عبر الإنستغرام رسالة. أنا في رأيي دكتور، رأيي العلمي ورأيي الشخصي، هذه المشروبات لا تعطى للأطفال. هذه المشروبات لا تعطى للأطفال بسبب السكر، بسبب كمية السكر اللي فيها، بسبب الألوان والأدتيفز اللي فيها. والشيء الثاني آيس تي، لو كان هو فيه تي فالشاي هذا منبه، ليش نعطي أطفالنا منبهات؟ الشاي والقهوة للأطفال ما بينفع. لو أنا عطيت ولدي شاي وقهوة في هذا السن بكون أنا يعني المسؤولة عنه، لكن لو ولدي صار عمره 18 و 20 سنة هو قرر يشرب شاي وقهوة، هذه هو حر فيها، بيكون هو طلع من سن المسؤوليتي يعني. فأنا قصدي اللي أقوله أمهاتنا عزيزاتنا والآباء، رجاءً ما نعطي أطفالنا هذه المشروبات. لو الشاي والقهوة بتم إدمانه عن طريق الكبار فما بالك الأطفال. فإحنا المنبهات هذه الآيس تي فيها منبهات وفيها السكر وفيها الألوان اللي هي الأدتيفز وفيها الإي فاكتر دكتور لو تشيك بعد. فهذه كلها أشياء غير مفيدة، قيمتها الغذائية صفر. وحتى العصائر دكتورة، يعني يتناولون العصائر بالنسبة للأطفال طبعا غنية بالسكريات وأيضا بالسكر والمواد الحافظة والملونة وغير ذلك. فالأفضل دائما أن نتناول الفاكهة الطازجة وليس العصير، وأن نهتم حقيقة بصحة أطفالنا. معي حوالي دقيقتين دكتورة، فالكلام لك. نعم دكتور، آخر شيء بالنسبة للأم اللي سألت عن الآيس تي. طيب أنا سؤالي إلى الأم، عزيزتنا الأم، شفي الماي تمام، شو المشكلة أن ولدي يشرب ماي؟
ليش آيس تي؟ تمام؟ يعني أنا قصدي أقول نعود أطفالنا على شرب الماء رجاء، نعود أطفالنا على شرب الماء، مش لازم نعطيهم عصير في شنطة المدرسة، حطوا فيها ماء، عوضوه بالماء، لا تخافون ما حد راح يجوع ولا حد راح يمرض من الجوع، صدقوني أنا أوعدكم بهذا الشيء. يعني أطفالنا لا يعني إحنا دائما كأمهات وكآباء بنخاف على أطفالنا إنه يجوع بالمدرسة، بنخاف على الولد إنه لا هو يصيده سوء تغذية. وعد مني إنه ما راح يصير، حطوا له تفاحة وأي فاكهة هو يحبها، وحطوا له غرشتين ماء، قنينتين من الماء رجاء، خلوه كل ما يعطش يكون أسهل له إنه يطلع قنينة الماء بدل ما يروح يدور ويشتري العصير. فنصيحتي هي طبعا من اليوم نبتدي، اللي ما بدأت كأم تبتدي من اليوم إن هي تبتدي تسوي شنطة الغذاء أو لانش بوكس لولدها وبنتها اللي رايح المدرسة، نبتدي من اليوم، هو أوفر وهو أصح، ونكون على الأقل أطفالنا تحت عيننا وتحت مسؤوليتنا إيش اللي يأكل وإيش اللي بيدخل حتى. نعم، 174 مليون طفل ومراهق يعانون على مستوى العالم من البدانة وزيادة الوزن، يعني تتطلب الوعي منا واتخاذ القرارات كأفراد كمجتمع، أيضا واعين في هذا المجتمع وأيضا كمؤسسات صحية وإعلامية وتربوية واجتماعية ورياضية من أجل حل هذه المشكلة والتقليل من خطرها على المستوى البشري وأيضا على المستوى الاقتصادي. الوقت انتهى، لكن الموضوع إن شاء الله لم ينتهي، نتابعه في الأيام القادمة. دكتورة إناس، دكتورة إناس العلوي، استشاري اختصاصية الجراحة العامة والمناظير وجراحة البدانة بمستشفى القرهود الخاص بدبي، شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شاكرين لك دكتور، الله يعطيكم العافية.